استقبلت الكنيسة المعلقة بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة 50 طفلا من مشروع بستان الإبداع. بدأت الجولة وذلك بحوار ثقافي حول القواسم الثقافية المشتركة للمسلمين والمسيحيين تحت مظلة مصرية واحدة، وتطرق الحوار إلى محتويات الكنيسة من الأيقونات 110 التاريخية والهياكل الثلاثة للسيدة مريم وماري جرجس ويوحنا المعمدان والأطباق النجمية الموجودة في الكنيسة ترميزا للسيد المسيح.